محاضراتنا موضوع أسس رياضيات 2، وصلنا لموضوع الفصل الثالث System، تكملة السيستم of numbers. وصلنا للراشنال numbers والجروب، عرفنا الناتشرال نمبر وشكل، وعرفنا شلون تشكل، وأخذنا الانتجر نمبر وعرفنا شلون تشكل، هذا الفصل ناخذ الراشنال نمبر نشوفها شلون تتشكل، وناخذ عليها الجمع والضرب وصفات الأعداد الكسرية، وبعد ذلك ناخذ الجروب. شلون ما شكلنا الأعداد الصحيحة نقدر نشكل الأعداد الكسرية، نحتاج إلى أن نعرف مجموعة، وهذه المجموعة نعرف عليها علاقة، وهذه العلاقة تكون equivalence، ومن خلال هذه العلاقة تتكون كلاسات. صوتي واضح؟ دكتور شوية بعيد صوتك. تركيب والأعداد الكسرية rational number، عرف مجموعة نسميها V، اللي V هي عبارة عن أزواج مرتبة RS تنتمي إلى Z cross Z، يعني الـ R ينتمي إلى Z والـ S تنتمي إلى Z والـ S لا يساوي صفر. نعرف علاقة على المجموعة V بالشكل التالي: زوج المرتب RS إلى علاقة مع TU إذا كان الـ RU يعني الأطراف RPU يساوي S في T. هنا عندي الضرب بين الـ R والـ U هو الضرب الموجود على الأعداد الصحيحة، لأنه الـ R والـ U والـ S والـ T تنتمي إلى الأعداد الصحيحة. هذه العلاقة تكون equivalence، حقق شروط ثلاثة: reflexive symmetric و transitive. هذا راح تبقى عليكم check. هذه العلاقة قلنا إذا كانت equivalence فراح تشكل لي كلاسات، في علاقة concurrence تشكل لي كلاسات. شكل الكلاس بالاعتماد على هذه العلاقة هو class RS يساوي كل الـ X و Y ينتمي إلى V، بحيث أنه الـ X و Y إلى علاقة مع الـ RS. الـ RS اللي class RS يعني هو هنشوفه انه يقابل R على S الموجود بالكلاس بالكوشنت بالراشنال نمبرز، وهذا الكلاس اللي هو الـ RS سميه راشنال نمبرز. هذا راح نشوفه اثناء سير المبرهنة، سير المحاضرة. ناخذ اكزامبل على العلاقة، عندي 2 12 لها علاقة مع 1 6. ليش؟ لأنه 2 في 6 اضطر الأطراف تساوي الوسطين، الطرفين تساوي الوسطين اللي هو 2 في 6 تساوي 12 في 1. إذا 2 12 لها علاقة مع 1 6، ويعني انه كلاس 2 12 هو يساوي كلاس 1 6. مثال، هذا طبعا الخط المفروض يصير على ال 2 12 ما الى علاقة مع 1 7، لانه 2 في 7 لا تساوي 12 في 1. الكلاس 0 1 حسب العلاقة هو كل الـ X والـ Y اللي ينتمي إلى V، بحيث أنه 0 في Y تساوي 1 في X، 0 في Y 0 للموجود، هذا الضرب على الأعداد الصحيحة، ويساوي كل الـ X والـ Y بحيث أنه الـ X يساوي 0، X يساوي 0 يعني 0 Y، يعني الـ class 0 1 هو يساوي نفس الـ class 0 y، يعني الأزواج المرتبة 0 زائد 1 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2 وهكذا.
نجي على تعريف الـ rational number، شو نعرفه؟ مجموعة كل الأزواج المرتبة الـ RC الـ RS عفوا الـ rational number اللي موجودة بالـ V أسميها set of rational numbers، يعني الكلاسات المكونة من الـ V اللي تكون هذه العلاقة عليهم مجموعهم أسميهم كيو اللي هي rational numbers. المفروض نعرف الجمع والضرب على الأعداد الكسرية. خلوا ببالكم إنه الشكل الكلاسي اللي هو R S، يعني تخلوا ببالكم هو R على S اللي هو الأس لا يساوي صفر موجود بالأعداد الكسرية. أيضا نعرف عملية جمع على أعداد الراشنال الكسرية. الجمع معرف على عدد موجود بالكيو أو بين عددين موجودة بالكيو. كنا عناصر الكيو الراشنال نمبر هي كلاسات R S، ال R وال S وال T وال U هذه تنتمي إلى Z، هناك بال Z انعرفنا كانت تنتمي إلى N. هنا نبني الأعداد الكسرية بالاعتماد على الأعداد الصحيحة، بالاعتماد على الأعداد الصحيحة بالاعتماد على الأعداد الطبيعية. التعريف هو الأول R في U زائد T في S بارزة S في U، هذا عملية الجمع تحفظوها بحيث إنه ال S وال U متساوي صفر، إنه ليش راح يصير هذا على هذا، هذا بسط وهذا مقام. أما عملية الضرب أيضا راح تكون من Q كروس Q إلى Q، الأول في الأول R في T يعني بسط في البسط مقام في المقام، شرط أنه S و U لا يساوي صفر. عندنا مبرهنة أو ريمارك، هذا الريمارك أيضا احنا عرفنا دالة من Z من N إلى Z في الأعداد الصحيحة، هنا تكون من Z إلى Q، يعني عناصر الـ Q أقدر أشكلها من الـ Z اللي هي الـ I of N، كل عناصر الـ Z تساوي N في أو كلاس N واحد. يعني هنا نقول هناك مثل ما قلنا إنه كل عدد طبيعي هو عدد صحيح، هنا نقول كل عدد صحيح هو عدد كسري أقدر أكتبه على شكل كسري اللي هو الآن يروح إلى N بارزة واحد، يعني الخمسة أقدر أكتبها خمسة على واحد اللي هي تساوي خمسة، هذه الدالة تكون 1 to 1. والضرب والجمع الموجود على Z أقدر أستخدمه بالكيوب، حيث I of N زائد M يساوي I of N زائد I of M، والضرب أيضا نفس الشيء. الملاحظة اللي قبل شوية شرحناها تقول إنه كل عدد صحيح هو عدد كسري. هسه صار عندنا الجمع والضرب موجودين، ناخذ الصفات الموجودة على الأعداد الكسرية. أول شيء الجمع هو عملية إبدالية commutative، ثاني شيء الجمع هو عملية تجميعية associative، الصفة الثالثة الضرب يكون كوميتيتف إبدالي، الأسوشيتف بالنسبة لعملية الضرب، توزيع الضرب على الجمع من اليمين ومن اليسار، كانسليشن لو بالنسبة لعملية الجمع، كانسليشن لو بالنسبة لعملية الضرب، وأدنى الـ Identity الـ Unique Element اللي يحقق الصفر واحد هو العدد الوحيد اللي جمعه مع الأم يطلع الأم نفسه. هذه كلها يحتاجها برهان.
والعنصر الوحيد اللي أضربه بالأم يطلع أم، هو الواحد واحد اللي يقابل identity بتسمى عملية الضرب. هذه مباهنة تحتاج إلى برهان. ثم برهننا بالأعداد الصحيحة، برهن الأعداد الكسرية، يعني هنا الآن والأم، الآن والأم موجودة وين؟ بالكيو. يعني أقدر أقول الآن هو عبارة عن N1 N2 الكلاس، N1 N2، الأم هو M1 M2 الكلاس، وأجمعهم باستخدام تعريف الجمع. بعدين صار عندي ال N1 وال N1 و N2 و M1 و M2 موجودة بالأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة برهنا عليها الجمع والضرب وكل الخواص نقدر نستخدمهم. يعني إذا كان N1 زائدا M1 أقدر أبدلهم، ليش؟ لأنه هذول ينتمون إلى زد، وبالتالي الجمع على الزد يكون إبدالي، أقدر أستخدم الصفات مالت الزد. نبرهن الكنسليشن اللي هو بالنسبة للجمع والكنسليشن اللي هو بالنسبة للضرب، الضرب الباقي كله يترك عليكم تشيك. كنسليشن اللي هو بالنسبة لعملية الجمع اللي هو إذا كان عندي طبعا إذا فقط إذا الأم زائدا سي يساوي أن زائد سي فور سم سي تنتمي إلى كيو، هذا إذا فقط إذا الأم يساوي N، يعني إذا كان M زائدا S M زائدا C عفوا تساوي N زائدا C أقدر أكنسل C، وإذا كان عندي M يساوي N أقدر أضيف C للطرفين بالجمع. هذه لكل شنو N و M و C موجودين بالكيو. فأفرض أشكالهم، راح أفرض الأم هو عبارة عن M1 M2 والأم1 والM2 موجودين بالزد، والآن هو عبارة عن كلاس N1 N2 والسي هو عبارة عن C1 C2، دول كلهم موجودين بالكيو، لكن الأم1 والM2 والN1 والN2 والC1 والC2 ينتمون إلى زد، هذه الأعداد كلها موجودة بالزد. آخذ هذا الطرف اللي هو M زائدا C تساوي N زائدا C، هذا أعوض مكانه كل M يقابل الكلاس M1 M2 زائدا C1 C2 وهكذا. أجري عملية الجمع بالنسبة لهذا الطرف وبالنسبة لهذا الطرف، هذا عوضت مكانه كلاس السي، عوضت مكان الكلاس والان الكلاس والسي الكلاس. الان تعريف عملية الجمع على الكيو هذا الصيغة صارت عندي، هذا الكلاس يساوي هذا الكلاس، اذا كلاسين متساويين باستخدام عملية العلاقة المعرفة على الكيو معناها انه هذا العنصر الى علاقة مع هذا العنصر باستخدام تعريف ال اللي هي الاكوفالنس، راح يصير عندي هذا العنصر إلى علاقة مع هذا العنصر. تعريف الـ L إنه الأول اللي هو هذا مضروب فيه الأخير من ثاني من العنصر الثاني، والثاني اللي هو M2 C2 هذا طبعا هنا هذا ينتمي كلهم إلى Z وهذا ينتمي إلى Z، فأقدر أسوي إبدال لأن Z هي commutative، أنا كاتب هنا properties of الجمع والضرب على الزد، فراح يصير الثاني بالأول اللي هو هذا. الآن تجميع وإبدال وتوزيع، هذا راح يتوزع على الأموان، هذا ضرب يتوزع على الجمع. من أوزعه أكو أكثر من خطوة راح نسويها في خطوة واحدة. لحظة بس الحاسبة خلاص الشحن.